صديقي، اليوم راح اشارك معاك الطريقة اللي انا بطلع فيها اكثر من $100 وبشكل شهري وبشكل دخل مستمر لي من خلال الربح من الفيديوهات بدون الظهور امام الكاميرا وباستخدام التسويق بالعمولة من خلال فيديوهات اليوتيوب والتيك توك والانستغرام. كل هذا مع بعض راح نتعرفه وراح نتعرف ايش الطريقه اللي انا بستخدمها، طريقه سريه نوعا ما ولكن ان شاء الله راح تفيدك. راح افرجيك ليش انا بطلع بشكل شهري، هذا اخر شهر لاست مانث البيمنت ريسيفت من الافيليت ماركتنج 23 18 9 9 9 9 23 23 9 9 9 18 الى اخره من ذلك. حققنا فيها اكثر من $100 من خلال فقط تسويق بالعموله وبدون الظهور امام الكاميرا. تعال اقول لك في هذا الفيديو شو راح نعمل، شو هي الخطوات اللي تتبعها. شاهد الفيديو من الاول للاخر عشان تقدر تستفيد، تقدر تعمل خطوات انا بتبعها والتكنيك اللي انا بستخدمه لتحقيق ذلك. ان شاء الله هذا الفيديو راح يساعدكم وراح يساعد عديد من الاشخاص، فبتمنى منكم انه تنشروا هذا المقطع لاكبر عدد ممكن الناس تقدر تستفيد. لا ننسى اللايك والشير والسبسكرايب. معك حمزه صديقي راح يساعدك في تطويرك الجانبي واضافي عبر الانترنت. خلينا نبدا حلقتنا الممتعه ونتعرف فيها اسرار الربح من الانترنت، كيف نبدأ عملنا بشكل صحيح وندخل لنفسنا دخل سلبي يعود لنا بشكل مستمر وبشكل شهري. نبدأ الحلقة، ليتس جو. خلينا ما نطول بهذا الفيديو ونحكي بالسريع شو الأشياء اللي بدنا إياها ونبلش عملنا. روح مع بعض على الديسكتوب. شو قصدي؟ أول شيء بدي إياك تعمله يكون في عندك حساب على التيك توك، هذا إشي أكيد موجود عندك، وحساب على اليوتيوب وحساب على انستغرام. فقط هذول هم الثلاث شغلات اللي بدنا إياهم. ليش؟ لأن إحنا رح ننشر الفيديوهات تبعتنا على التيك توك والانستغرام واليوتيوب. انت تقدر تستخدمهم بطريقه واحده، يعني عادي اللي بتنزله على التيك توك تقدر تنزله على الانستغرام، تقدر تنزله على اليوتيوب كفيديوهات قصيره وبدون الظهور امام الكاميرا. طيب حمزه، انا من اجيب الفيديوهات؟ انا لا بعرف اعمل فيديوهات ولا بعرف اتواصل مع جماعه فيديو ايديتنج ولا بعمل كل هاي الامور. انا بقول لك انا في عندي طرق سريه بستخدمها لتحقيق ذلك. اليوم راح اكشف لك على واحده من الطرق اللي انا بستخدمها لفعل ذلك. ثاني طريقة بعد ما نروح نعملها رح نروح على موقع امازون افلييت بروجرام، تمام؟ امازون افلييت بروجرام هذا لنسجل فيه كمسوقين للعمولة، يعني انا رح اروح اسجل فيه كمسوق للعمولة لكي احقق منه الارباح. الطريقة الثالثة وهي الطريقة المهمة اللي رح نبدأ فيها جني المال، اختيار المحتوى. المحتوى رح نشتغل عليه في هذا النوع تحديدا وهذا الشيء اللي حقلك فيه دخل جيد جدا وممتاز ونستهدف فيه الجمهور الاجنبي بدون اي تدخل منك، بدون صوت، بدون ما تعمل انت الفيديو. كل ما عليك رح نقوم بعمليه ايديتنج بسيط وراح اقول لك ايش البرنامج اللي هنستخدمه لفعل ذلك. اذا الموضوع ابسط مما تخيل ولكن يحتاج منك الى صبر وعمل، عمل جدا ممتاز، وراح اعطيك التكنيك اللي انا بستخدمه لفعل ذلك. خلصنا اول مرحلتين، اخترنا عملنا الحسابات وعملنا الامازون افيليت بروجرام، بعدين نختار المحتوى. المحتوى اللي انا بشتغل عليه في موقع امازون هو محتوى تقني. المحتوى التقني واحد من اقوى انواع المحتويات اللي بيعود لك بدخل ودخل جدا ممتاز. الاشياء التقنيه او الاشياء اللي فيها تكنولوجيا كثير اللي بتستخدم بشكل مستمر وكثير من الاشخاص اللي بيرغبوا فيها هي الامور اللي تتعلق في مواضيع الاشياء اللي مثل فيها التكنولوجيا عالي جدا وتحديدا منتجات امازون. يعني اي شيء بيتعلق في منتجات امازون انت بدك تروح على موقع امازون amazon.com قبل بعد ما تسجل في موقع امازون كمسوق للعموله. بدي اياك تروح على موقع امازون. بعد ما تروح على موقع امازون بتفتح على الشاشه الرئيسيه وصفحه الهوم، تروح هون على الاول، تروح في عندك شيء اسمه هنا الكترونكس، تمام؟ تختار اي نوع من هاي انهاي الانواع اللي انت حابب تشتغل فيها، هذا نوع المحتوى اللي انت راح تتخصص فيه. يعني ما بزبط انك انت تختار محتوى عام، ما بزبط نهائيا، لازم تختار واحد من انواع المحتويات المتخصصه. فمثلا انا راح اختار نوع المحتوى اللي نفترض خلينا نختار كمبيوتر اند اكسسوارز مثلا، تمام؟ شوف هدول هدول المنتجات اول ما اسجل انا بامازون افيليت بروجرام راح يكون في لي رابط خاص، رابط افيليت هذا بحكي له. انا راح اضيفه وين؟ مثلا لو بدي اجي هون على صفحه حمزه عصام في التيك توك، شايفين هذا الرابط اللي هون؟ بقدر اضيفه انا بصفحه حساب التيك توك تبع حمزه، بقدر اضيفه وهون بضيف الرابط لاي شخص حاب انه يتوجه لشراء المنتج بعد ما اقوم بعرض الفيديوهات تبعتي هون. طيب اجينا هون يا حمزه، خلصنا، انا بدي اشتغل على واحد من هاي المنتجات او اكثر من منتج، ما في اي مشكله، عادي تقدر تختار كل المنتجات اللي انت بدك تتناسب معك. ولكن في هون نقطه سريه صغيره خفيفه لطيفه اللي راح نشتغل عليها. اخترنا المحتوى، اذا خلينا نعرف كيف نجيب الفيديو عشان ننشره على منصات التواصل الاجتماعي تيك توك وانستغرام واليوتيوب. نروح مع بعض الخطوة المهمة واللي في غاية الأهمية لتحقيق ذلك. على عملية اختيار المحتوى يا صديقي رح نروح نشتغل على موضوع إنتاج أو إعداد الفيديوهات. شوف لما نروح على موقع أمازون
وبعد ما اقوم بعمليه تسجيل كمسوق للعموله، بروح بختار المنتجات المناسبه. كيف يعني المناسبه؟ يعني انا بعد باجي بطلع على المنتجات اللي بتقدم لي الفيديوهات. كيف يعني حمزه فيديوهات؟ يعني مثلا شايف هذا القلم، هذا القلم اللي هنا، لو بدي اروح هون مثلا او على مثلا هاي القلم، تمام، لما اضغط عليه، يعني لما اضغط على هذا القلم هاي بدي افتح اوبن لينك نيو تاب، هاي هون النيو تاب، جميل، رح يجي هون يعرض لي كل شيء بالمنتج، العنوان تاعه، الوصف، كل شيء انا بدي اياه بقدر اخده. رح تلاحظ تحت اخر شيء شايفين هون على الشمال في فيديو، شايفين هذا الفيديو؟ هذا الفيديو هو فيديو اللي انا راح استخدمه في اليوتيوب، في الانستغرام، وفي التيك توك. كيف يعني؟ يعني حمزه هذا الفيديو هذا بشكل مجاني ما في عليه اي حقوق، ولكن بقدر استخدامه لعرض المنتج. لعرض ايش؟ المنتج لمين؟ للجمهور الاجنبي. هسه نحكي عن موضوع الجمهور الاجنبي كيف راح نوصل له. طيب اذا ما ناسبني هذا الفيديو عادي، في عندك هون ايش اسمه ايش؟ كل انواع المنتجات هي هون موجوده، في حدا هون بيعرضها، في عندك هذا الفيديو الاساسي، بقدر ان انا ايش؟ اقوم بعمليه تحميله وتنزيله ومشاهدته. طيب اذا ما عرفت انزله بعمل هون بكبر الشاشه زي هيك، وبستخدم واحد من فيديوهات تسجيل الشاشه. انا بالاخص اذا بدي استخدم الديسكتوب بستخدم موقع او عفوا برنامج اللي هو كاماتازيا، شايفين هذا الموقع هذا اسمه كاماتازيا، تمام. فكرة تستخدم انت ايش؟ تسجيل الشاشه اللي موجود في عندك في الهاتف بهدف الحصول على هذا الفيديو. هذا الفيديو ما في عليه اي حقوق، بنستخدمه احنا بشكل مستمر على جميع منصات التواصل الاجتماعي بدون ما يسبب لنا اي ضرر. ليش؟ لانه هذا فيديو عرض. طيب حمزه اذا انا الفيديو ما عرفت كيف اطوله، في عندك طريقه ثانيه، وهي طريقه يمكن تبسط عليك الامور. شايفين كلمه ايمجز هون؟ هاي الصور، تمام. بقدر اختار كل الصور اللي موجوده هون، هاي شايفين هاي الصور، تمام، صور للقلم، خلينا نحكي مواصفات القلم والاخذ من ذلك، هاي صوره مع التاب تبع القلم. باجي هون بنزل كل الصور اللي موجوده، يعني بعمل هون بعمل هيك داونلود او سيف ايمج الاخذ من ذلك، بنزل الصوره اللي انا بدي اياها. بعدين شو بعمل؟ بروح على برامج تعديل الايش؟ المونتاج. طيب وين بروح؟ بروح على موقع كانفا، هاي موقع كانفا، بروح على ايش اسمه بمحرك البحث تيك تيك فيديوز عشان اخذ المقاسات تبعت الايش؟ الشاشه. بعدين باجي هون يا صديقي ببلش اقوم بعمليه انتاج الفيديو. ببلش هيك، يا باخذ الفيديو اللي موجود هون، تمام، يا باخذ الصوره وببلش اركبها زي ما كنا بنعمل بفيديوهات سابقه، بنركب الصوره بعدين بروح بستخدمه كايش؟ كفيديو قصير وبدون ما اظهر امام الكاميرا وبدون ما استخدم اي صوت. ليش؟ لانه كل شيء في المنتج موجود، كل شيء معروض في المنتج، هاي شايفين كل شيء بده اياه في المنتج بستخدمه. وبرضه كمان في عندي الوصف اللي بتيح لي، او العنوان او الوصف بتيح لي ان انا اعرف هذا القلم كيف بقدر استخدمه. في عندك منتجات كثير يا صديقي بتقدر انك تشتغل عليها، مثل هذا المنتج، المنتج اللي بنحكي فيه عن ال 365، كيف انه انا استخدم الكاميرا والاخذ من ذلك، بقدر برضه كمان انزل الفيديو هذا. في عندك كثير منتجات من خلال امازون عفوا والتسويق بالعموله تحقق منها هذه الطرق. راح اساعدك الان في كيف ان انا استهدف الجمهور الاجنبي يا حمزه، كيف اوصل له للجمهور الاجنبي في محتواي. تابع مع بعض الخطوه الثالثه، خطوه كيف ان انا اوصل للجمهور الاجنبي. طيب بالذهاب الى تيك توك، هاي مثلا هاي تيك توك، طيب هاي تيك توك يا صديقي. اذا انا بدي اعرف كيف الجمهور الاجنبي بيستهدفه اذا بدي اعرف كيف انا المحتوى الاجنبي بيستهدفه الناس، تعال افرجيك كيف هذا. لو روح على محرك البحث واكتب كلمه امازون، انا كتبها غلط طبعا، بس مثلا هاي منتجات امازون، مثلا هذا الفيديو، جميل، مكتوب كلمة امازون اكتوبر بيست سيلرز، يعني اكثر منتجات بستخدم نفس الاسلوب. يعني لما اروح هون على موقع كانفا بستخدم نفس الاسلوب اللي هو بستخدمه، انت ما راح يفرق لك اشي. طيب شو بروح بعمل هون؟ شايفين هذا اللي هون؟ هاي هون امازون ماست هاف لاست مانث، تمام، امازون ماست هاف لاست مانث عفوا، باخذ نفس الاشي او بروح على المنتج اللي انا هون باخذه ستايل، هاي هون ستايلز بين فور ايباد وذ بان ريجكشن اكتف بنسل، تمام، باخذ نفس العنوان اللي انا هون وباجي على موقع تيك توك وبلش احمل بالفيديو، بس بدي اختار نفس الهاشتاجات اللي موجوده، يعني شوفي هاي الهاشتاجات نفسها بقوم بعمل استخدامها، او بروح على نفس الصفحه وبشوف شو بتنزلوا. في عندك هون برضو كمان كتير منتجات، شايف هون عندك امازون اكتوبر بتصير، يعني شايفين هذا العنوان، هذا العنوان من اكثر العناوين اللي جايب مشاهدات 397000، 593000، 4.7 مليون، اللي هو ثينكس فروم امازون تيك توك ميد مين باي، تمام، توب 5 بيست امازون برودكت اي هاف بايت، مثلا شريتها، كله نفس الاسلوب انا بستخدمه، بقوم بعمليه اعاده ايش؟ مش اعاده نشره، لان انا عندي المنتجات وعندي الاشياء اللي انا بدي اروج لها بعد ما اروح من اختيار رابط الافليت اللي انا بدي اشتغل عليه. هذا باختصار، هاي بشكل مبسط كيف احنا بنحقق هذا الشيء. طيب
شو التكنيك اللي انت بتستخدمه يا حمزه؟ تعال احكي لك شو التكنيك اللي انا بستخدمه لتحقيق ذلك. روح مع بعض. تابع صديقي للتكنيك او الاسلوب اللي انا بستخدمه لتحقيق ذلك. خليني اذكرك بس بموعد البلاك فرايدي او الجمعه البيضاء اللي رح نعلن فيها او اعلنا فيها قبل هالفتره عن دوره التسويق الالكتروني الشامل، بتشمل كل شيء بدك اياه من يوتيوب، تيك توك، فيسبوك، انستغرام، كل هذا الشيء موجود في دوره واحده، تمام؟ لتعرفك كيف تتعامل مع هاي المنصات، كيف تحقق النجاح، كيف توصل لمراحل ممتازه، كيف توصل اكبر عدد ممكن من المتابعين، كيف تحقق الالاف من الدولارات عبر الانترنت من خلال هذه الدوره. هذه الدوره راح ينتهي الخصم قريبا والفتره محدوده. هذا الخصم خصم هو الجمعه البيضاء، راح تنتهي في بدايه شهر 12. انا بتمنى انك تكسب هذا الخصم لانه بدل من 170 دولار اصبحت 35 دولار فقط. الرابط هتلاقيه اسفل هذا الفيديو او مثبت في اول تعليق من الفيديو الموجود امامك. محاور دورة عديدة تعلم فيها كل اساليب الماركتينج، كل اساليب كيف تنشئ المحتوى ان كان بالعربي او ان كان بالاجنبي، كيف تتعامل مع منصة اليوتيوب، كيف تتعامل مع منصة جوجل، كيف تتعامل مع منصة فيسبوك، كل هاي الامور، والتيك توك والانستغرام وغيرها، والسيو ايضا كيف تحلل المواقع. دورة شامل جدا، انا بساعد انك انت تكون واحد من الاشخاص اللي بيمتلكها تحقيق ذلك. نروح مع بعض. شو التكنيك اللي انا بستخدمه؟ التكنيك اللي انا بستخدمه بكل بساطه يا صديقي، بدي اياك تجهز 30 فيديو، يعني 30 فيديو 30 منتج، تمام؟ 30 فيديو 30 منتج، هذا الشيء كتير قوي لتحقيق الافليت ماركتنج تاعك وتحقق منه النجاح. هذا الشيء اللي انا بستخدمه، بعمل بجهز 30 فيديو قبل ما ابلش انشئ بعد ما انشئ صفحه التيك توك والانستغرام واليوتيوب. بدي اياك تنشئ 3 صفحات على هذول 3 منصات وتبلش بتحضير 30 فيديو بالفيديو القصير اللي مدته ما تتجاوز من 15 او 30 او 60 ثانيه، وتبلش انك انت تقوم بعمليه اعدادهم. بعد ما تقوم بعمليه اعدادهم بدي اياك تجدول الفيديوهات هذا انه ينزلوا كل يوم فيديو واحد. عندنا العناوين، عندنا الهاشتاجات، عندنا كل شيء بنقدر نستخدمه لتحقيق ذلك. طيب حمزه، وين اضيف روابط الافليت تبعتي؟ زي ما بتلاحظ انا في صفحه الانستغرام تبعتي او اليوتيوب او التيك توك، لاحظ انه في عندي رابط بيشمل كل هاي الروابط، لان انا بستخدم موقع اسمه لينكتري. شايفين هذا موقع لينكتري؟ بقدر اضيف كل الروابط انا بدي اياها كلياتها، بديح لي ان انا اضيف جميع الروابط انا بدي اياها. بتقدر تستخدمه بشكل مجاني، انا بستخدمه، انت بدك تستخدمه بشكل مجاني لتضيف كل الروابط. مثلا للحصول على منتج انت ما راح تكتب بالعربي، ولكن خلينا نحكي نيجي هنا على ستايل بن، تمام، او جيت يور ستايل بن مثلا. باجي هون بضيف، عفوا، اللينك تري بضيف هنا، وبكون ضايف انا رابط الافليت تاعي. هذا الاشي اول ما شخص يكون بعمليه شراءه راح يعود لك بالمال. تخيل يا صديقي لما توصل لالاف المتابعين، وهذا الاشي بتقدر انك انت تحققه. وايضا يا صديقي في الدوره اللي احنا معلنا عليها وهي خصمها جدا ممتاز، كمان راح تعلمك كثير امور. معك حمزه صديقي، الرساله في تخيل دخل جانب وضيف عبر الانترنت. ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق، وابدأ من الآن في تجهيز كل هاي الأمور حكيت لك إياها، وإن شاء الله النتائج راح تشوفها بأقرب وقت إذا اتبعت نفس الأسلوب اللي أنا بتبعه. خلينا نشوفك في حلقات قادمة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل حلقاتنا بشكل مستمر عن مجالات العمل عبر الإنترنت والأونلاين بيزنس. تشاو.